في إطار تحضير دخول المدرسة 2024-2025 استفادت ولاية تسمسيلت من عدة هياكل مدرسية مبرمجة لهذا الدخول. نذكر منها على بالنسبة للطور الابتدائي استفادت من ثلاث ابتدائيات على مستوى بلدية ثنية الحد برج الأمير عبد القادر وبلدية برج بنعامة، بالإضافة إلى 10 أقسام توسيعية عبر مختلف ابتدائيات على مستوى الولاية، بالإضافة إلى 7 مطاعم مدرسية. فيما يخص الطور المتوسط استفادت الولاية من متوسطة نوع قاعدة 6 على مستوى حي نبار، بالإضافة إلى متوسطة على مستوى حي 1400 ساكن عدل. بالنسبة للأقسام استفادت من 10 أقسام توسيعية للطور المتوسط، بالإضافة إلى أنصاف داخليتين اثنان، نصف داخلية على مستوى متوسطة ببلدية الرجام، بالإضافة إلى نصف داخلية على مستوى بلدية برج بنعامة. فيما يخص الطور الثانوي استفادت الولاية من ثانوية على مستوى حي 2300 ساكن عدل، بالإضافة إلى قسمين توسيعيين ثانوية محمد بن عامة، بالإضافة إلى 3 قاعات للرياضة.